هنا قوية، الله صاروخ بالفعل، هدف يأتي للإمارات الآن عن طريق اللاعب هيثم علي. شوف 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 شوف، وصلت لهيثم وأرسلها قوية جدا، أيضا يلامس حارس المرمى، ولكن في المرمى. 4-1 4-1. قبل شوية أقول في عالم كرة القدم، كرة القدم ما لها أمان، ما لها أمان، لا تستطيع بأن تقول أن المباراة انتهت، لا 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 لا.